أول ما يخرجون الناس يخرجون لا يدرون أين يذهبون، قال كالفراش، لأن الفراش غير منضبط، يأتي إسرافيل يتقدم أهل المحشر فالناس ينضبطون. قال الله يومئذ يتبعون الداعي، يعني يمشون وراءه، لا عوج له، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فيمضون خلف إسرافيل. انتقل الوصف القرآني من الفراش إلى الجراد، كأنهم جراد منتشر لأنهم ينضبطون، حتى يأتي بهم إسرافيل إلى أرض المحشر. ما الذي يريده الناس يومئذ؟ لا يريدون شيئا قبل الماء، لا يريدون شيء قبل الماء. في كل مراحل القبور كانوا عطشا ويحتاجون إلى الماء، فيكون أنبياء الله كل نبي عنده حوضه، ترد هذه الأمة على حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد علم عليه الصلاة والسلام بعلم الله له أن الناس أحوج ما يكونون إلى الماء، فيكون التسابق والتزاحم على حوضه. ولا ريب قطعا أن أول الناس وأسعد الناس بالوصول إلى حوضه من سقى أمته قبل ذلك، من سقى أمته قبل ذلك. ربنا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.